انا انسان افغاني عايش في افغانستان، قاعد اصور لكم الاشياء اللي قاعد تصير، واكبر دليل اني ما صورت لكم من اسبوعين. ليش؟ لان الاوضاع كانت سيئة. انا مواطن افغاني بس، لا اكثر ولا اقل. هذا الفلوق اللي بتشوفوه دحين، هذا الفلوق من اسمه وعنوانه كل شيء باين. حتشوفوا في الفلوق هذا اشياء غريبه، اشياء لاول مره، اشياء ممكن ما شفتوها حتى في القنوات الكبيره والعربيه والعالميه، لان هذا شيء مختلف. وانا في العاصمه كابول من قلب الحدث على طول. كثير اسئله متداوله عن الحكم الجديد اللي في افغانستان، وكثير اسئله متداوله ايش حيصير في افغانستان. ان شاء الله باذن الله اليوم راح نحاول، حتى لو ما قدرنا نجيب كل الأجوبة، راح نحاول نجيب جزء من الأجوبة إن شاء الله بإذن الله. طيب دحين راح نروح تحت إن شاء الله بإذن الله، ننزل نروح نشوف الناس إيش رأيهم، إيش رأيهم في اليوم هذا. راح نسأل الشارع العام الأفغاني، وراح نسوي بعض المقابلات عشان تعرفوا الناس إيش يبغوا وإيش رأيهم. شكرا. ونحن نرحب بجميع اليوتيوبرز الأفغانستان حتى يصوروا هذا الوضع، وكذلك نقول لجميع اليوتيوبرز الذين كانوا يعملون هنا يعملوا مثل ما يعمل الأخ إبراهيم، لا مشكلة، إن شاء الله سوف نحترمكم وسوف نقدركم كذلك. ثانيا نحن نرحب بجميع المسؤولين الإعلام كذلك ليصوروا هذا الوضع والأمن. الحمد لله اليوم الرابع أو اليوم الخامس حتى الآن لم يقتل بل لم يجرح حتى الآن أحد، وذلك في تاريخ أفغانستان بعد 40 سنة الأسبوع الأول لم يقتل أحد، فهو إنجاز كبير جدا. طبعا يا جماعة ما عرفتكم على الشيخ، الشيخ روح الله عمر الأفغاني، محلل وخبير في الشؤون الأفغانية. دحين عندنا أحداث كثيرة يا شيخ نصورها صح؟ لا شك إن شاء الله. فأين نذهب الآن؟ نذهب نتجول نلتقي مع بعض المواطنين، وكذلك نلتقي مع بعض القاتلين للحركة بإذن الله. فيلا يا شيخ يلا ليتسكو. سلام عليكم. سلام عليكم. خوب هستين لولا؟ بخير هستين. زنده باشين. کجا رفت رئیسین لولا؟ والا دیگه دمی جو آمدین دیگه باش بینید چی میشه دیگه. خوب میرین از افغانستان؟ والا اگر شب خوب هست، اگر نیکید شرایط شد خراب شد، یک اینجا دیگه خوب بیکاری میشه دیگه، نامنی شد شب. والا معلوم نیست دیگه دولت ایجال خوش دولت ایج نداریم ما دیگه، دولت تشکیل است، معلوم نیست که چی رقم میشه نمیشه. فعلا چه قسم است امنیت از کابل؟ از اول از روز یک شنبه که مراد آمده اوضاع خوب است. اوضاع خوب است. ما دیگه تا حالا تو بیبند باری چیزا ندید اینجا چی میخونه دیگه. نشیدیم چیزی مدام معلوم شده دیگه. حالا اوضاع این رقم که چی رقم پیش میره معلوم نیست دیگه که چی پیش میاد چی پیش نمیاد. امنیت اول خدا خودش اکرام کنه سلام. خب امنیت اول چه قسم بود؟ والا فعلا چه قسم است؟ در حکومت سابق وقدر امنیت خوبش نبود دیگه، کارمندای دولتی کلشان دوز بودن، عسکرا و ترافیک و ادارات میرفت هر جای تو کلشان میتاد کاری پیش نمیره. مدام خود ادارات هم تعطیل است، ولی از مجاهدین صاحب ما تا حالا چیزی ندیدیم دیگه، وقدر هم نیستن بر فعلا هیچ دیدنده نمیشن، بسیار کم دیدم میشن دیگه، معلوم شد که چی پیش میاد دیگه. خدا خودش اکرام کنه. تشکر. عزوز لقيت خويانك؟ لقيت اخويا اللي جنب الابتسامة. زنده باشا. طبعا يا جماعة في أسئلة كثيرة متداولة يا شيخي، عن إيش؟ عن حقوق النساء أو حقوق المرأة، فماذا تقولون في من ناحية حقوق المرأة؟ يعني في بعض النساء يقولون والله نحن لابد من أن نلبس الحجاب الأزرق الأفغاني، وإذا ما لبسنا سوف تتسبب مشكلة، فماذا تقولون في هذه الناحية؟ أنا على ما أظن أن حركة طالبان حاليا، أنا تجولت في المدينة، كانت لي مقابلات مع مختلف الاستوديات، شاهدت البنات تتجول بلا حجاب وبالحجاب الأسود والأزرق، هو اختيار. أصلا حقوق المرأة نحن نعترف به، والأمة الإسلامية ونحن الأفغان كلنا نعترف بذلك. المسلمون هم الذين أعطوا كل الحقوق للمرأة، ولكن هناك اختلاف بالنسبة لحقوق المرأة الأوروبيين ولحقوق المرأة الإسلاميين. فنحن نعطي المرأة جميع الحق في الميراث، حق في التعليم وفي العمل، ولكن في الدائرة الإسلامية، الإسلام هو مذهبنا، نحن آمنا به، فإذا كان في دائرة الإسلام فنحن نسمح له بالتعليم. الآن المدارس للبنات هي مفتوحة والبنات تذهب إليها، وكذلك نسمح لها بالعمل، نسمح لها في التعليم، ولكن إذا كان في دائرة الإسلام هذا أفضل، ولذلك يمكن تطبيقه. فأنا أطمئن من هنا أخواتي في أفغانستان وبالأخص في العاصمة، لا خوف من حركة طالبان، نحن نسكن في مناطق التي تحكمها حركة طالبان، نساؤنا مطمئنات الحمد لله، لا مشكلة. أنا كما قلت لكم نساؤنا إذن تسكن هناك تحت حكمهم، هن مطمئنات، ولكن المشكلة لابد على الجميع أن لا يريدوا حقا يكون حق أوروبي،
نحن مسلمون وأفغانيون، لابد يكون حق في دائرة الإسلام والثقافة الأفغانية. فإن شاء الله سوف تطمئن النساء. حاليا النساء تأثرت من الغزو الفكري 20 سنة الذي مارسه المحتل هنا ضد حركة طالبان. الآن النساء تتجول، وأنت بنفسك شاهدت أن السوق كان مملوءا من النساء. نعم نعم. فالآن النساء أفغانستان وأخوات كابل هي تطمئن شوي، فشوي إن شاء الله وسوف تخرج. نعم. طيب يا شيخي، الحجاب الذي لابد أن تلبسه المرأة أو العباية الذي تلبسه المرأة، فهي عباية تتغطى جميع جسمها ولا محدودة؟ أصلا هذه مسألة فقهية، هل الحجاب فقط لحجاب الرأس أو الحجاب هو حجاب الوجه كذلك؟ أنا حسب ما أفهم أن عندنا العلماء في أفغانستان أفتوا أن الحجاب هو أصل الحجاب للوجه، لأن الوجه هو مقر الجمال. الرجل أو المرأة إذا أخفت الجسم كله بعد الملابس، إذا كشفت الوجه فأصل الجمال هو الوجه. فأنا على ما أظن أن أصل الحجاب هو يكون حجاب للوجه حسب علمائنا، حسب ما أعلم. السؤال الثاني يا شيخي، الحرمة أو المرأة إذا ما لبست الحجاب، هل في ضرب مثل ما كان قبل 20 سنة؟ أصلا هيئة الأمر المعروف كان في الماضي أيضا، والآن سوف يكون إن شاء الله ربما، ولكن ضرب الحرمة أنا لا أظن أنه كان في الماضي والآن أيضا. بعض الفيديوهات أو بعض الصور التي تنشر الآن في الإعلام هي صور قديمة سجلت لما سقطت حركة طالبان، فهؤلاء أنشوا بعض المسرحيات فكانوا يضربون النساء في تلك المسرحيات، وأنا سوف أعطيك الصورة لتوضحها أنها مسرحية وخلفها الناس جالسون كلهم في الدائرة والبنت تضرب في الوسط حتى تسجل الفيديوهات وتسجل الصور حتى ينشروها ضد حركة طالبان. فأنا لا أظن، ربما سجلت في الماضي لأن الحركة أيضا مقاتليها من أطياف شتى، ولكن حاليا لم نسمع حتى الآن وإن شاء الله لن تسمعوها. هذا إن شاء الله بالدعوة وكذلك بنصائح العلماء سوف تطبق هذه الأشياء. ثانيا، حركة طالبان لو حكمت البلاد فهي سوف تكون حكومة شرعية، والحكومة الشرعية واجب أن تطبق الشريعة كاملا، وتطبيق الشريعة ربما يحتاج في بعض الأوقات إلى القوة، ولكن الضرب أنا على ما أظن لا يكون إن شاء الله. بالنسبة للشباب اللي مثلي مثلا يحلقون الدقن ويفعلون قصات مثل هذه، هل هذه تتكلمون أيضا؟ أو مثلا أنا دحين ممكن تتكلمون عني؟ نحن يعني أنا لا أعرف ماذا سوف يكون جواب مقاتلي حركة أو متحدث باسم حركة طالبان عن هذا السؤال، ولكن أنا على ما أظن كمحلل الآن نحن نرى هؤلاء الشباب الذين واقفون ورائي أو خلفي أو أمامي، جميع هؤلاء ما عندهم لوحة حتى الواحد يشرب سيجارة، لا أحد يقول له شيء. وقالت لي حركة طالبان كانوا جالسون تحت، الناس كانوا يتجولون بلا حجاب، واحد يشرب سيجارة لا أحد يقول لهم شيء. فأنا على ما أظن هذه الأشياء سوف تطبق بالنصيحة وبالدعوة إن شاء الله في المستقبل. في المستقبل لازم أحط دقن من دحين، لازم أبدأ أحط دقني يعني شيخي. إن شاء الله هي سنة الرسول إن شاء الله، بإذن الله تكون أجمل من هذا بإذن الله. طيب يا شيخي، آخر سؤال، ما رأيكم من ناحية الرياضة؟ الرياضة مثلا كرة القدم، عندكم الكريكيت، مثلا عندكم كرة السلة، فهذه الرياضات هل هي تستمر أم تكون غير جائزة؟ يعني للعلم أن فريق كرة كريكيت لأفغانستان بدأ في زمن حركة طالبان الماضي، هناك أنشئ ذلك الفريق والآن هو تطور، وكذلك كرة القدم كانت مباريات ودوريات في الحكومة الماضية، الآن سوف تستمر كرة القدم وكذلك كرة كريكيت. وأنا بنفسي من معجبي كريستيانو رونالدو، حتى أني تذكر جميع الأهداف، متى سجلها في النهائي، متى سجلها في نصف النهائي، متى ضيع البلنتي، جميع الأشياء. فإن شاء الله نحن لن نتعرض له. ما أجمل طيب يا شيخ معليش، ما أجمل هدف رأيته لكريستيانو رونالدو؟ الهدف الذي سجله في دوري أبطال أوروبا في النهائي بعد تسجيل هدف راموس، الله أكبر، في نصف النهائي أتلتيكو مدريد. إيه نعم نعم، لما سجل في الدقيقة الأخيرة راموس، ثم بعد ذلك سجله كريستيانو رونالدو وخلع الفانيلة في الأشواط الإضافية. يعطيك العافية يا شيخي. شكرا. الله يسعدك وتشرفنا بالشيخ روح الله، تحدث ومحلل في الشؤون الأفغانية في أفغانستان في كابل. فشيخي كم لايك نجيب إن شاء الله؟ ملايين؟ ملايين، أنا قلت لك وهذا سوف أضمن، سوف ترى إن شاء الله بإذن الله. يلا جماعة لا تقصروا معنا باللايك والسبسكرايب،
ونشوفك ان شاء الله في المقاطع الجايه مع الاوضاع الجديده اللي تحصل في افغانستان وعن اماكن في افغانستان. هل مسموح لي يا شيخي اني الف افغانستان؟ تجول لف افغانستان، سجل 10 بلاقات يوم في يوم واحد، وتسجل فيديو من اي مكان تريد ان شاء الله. سوف لا تجد شيء سلبي ان شاء الله، كل الاشياء سوف تكون ايجابيه، ونعمل من بقيه اليوتيوبرز والصحفيين كذلك ان يقدموا صوره افغانستان الجميله ويزوروا الى الولايات الجميله. افغانستان جميله جدا، ولكن الناقص كان الامن. لو رجع الامن ان شاء الله جميع السياحيين سوف ياتون ان شاء الله الى افغانستان باذن الله. الله يعطيك العافيه يا شيخ. شكرا لكم. لايك وسبسكرايب. في امان الله. في امان الله.